في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نستضيف شخصيتين من أبناء هذا الوطن لهما باع طويل في العمل العام. عبد الرؤوف الرغبد مواليد بلدة الصريح محافظة إربد عام 1939. حمزة عباس منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي. تقوم الديمقراطية على التعددية في الفكر والرأي والتنظيم، والحزبية هي المعبر الحقيقي عن تلك التعددية. الديمقراطية ليست شعاراً يرفع ولكنها واقع معاش. الحزبية الحقيقية في العالم العربي ما زالت في مرحلة جنينية لم تولد بعد. الأردن قوي بشعبه وبقواته المسلحة، وهو قادر على حماية ترابه الوطني. اتقوا الله في وطنه، انطلقوا من همومه ومشاكله. الرهان ينبغي أن يكون على الشعوب. نتطلع إلى مشاركتكم في حلقة عامة تتعلق بالمستجدات التي يعيشها مجتمعنا والعالم العربي أجمع. انتظرونا يوم الخميس الساعة 8:30 وعلى الهواء مباشرة. يعني والله العظيم قلبي بدق بستنى يوم الخميس تصير الساعة 8:30 عشان أفتح قناة نورمينا واطلع على الدكتور محمد أبو هزيل. دكتور مساء الخير. يا مساء الورد. يعني عن جد التخصص أهم حاجة. صح. لما أنت برنامج قانوني وسياسي وبتطلق عليه هذا الاسم ما بين القانون والسياسة، من وين اجت الفكرة يا سيدي؟ شوف، احنا نعيش الزمن الصعب الآن. العالم العربي يغرق في ظل هذا التوتر الذي يعيشه الإنسان العربي صباح مساء. تتراود الأفكار في نفس كل إنسان عربي. فأنا على المستوى الشخصي البداية أنا يستهويني الإعلام، وأنا لو لم أكن رجل قانون في البداية ولو لم أكن أكاديمي لكنت إعلاميا. فالفكر والكتابة والكتابة استهوتني منذ أن كنت طالبا في المدرسة، ولذلك تأتي أفكار كثيرة. ربما سنتحدث ما بين القانون والسياسة عن حالة وطن. قبل ما ننتقل للمواضيع الخاصة بالبرنامج، أنا حاب أعرف السادة المشاهدين من هو الدكتور محمد أبو هزيم. أنا مواطن أردني بسيط جدا. والدي كان حراثا يعشق الأرض، ونحن نعشق الأرض كذلك، وسنورث هذا العشق للأرض وللوطن إلى ولد الولد. دكتور، يعني أنت ساهمت في تأسيس وفي محاضرات في الكثير من الجامعات الأردنية. نعم. بس إحنا حتى نعرف السادة المشاهدين إنه ذوي الاختص أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. لما دكتور إله علاقة بالقانون والمحاماة وهي المسائل ومختص وإله خبرته الطويلة، اللي يعني حاب أنا يعني نستعرضها من خلال وجودك حتى يعرف المشاهد الأردني إنه يعني الدكتور مختص وفي صلب اختصاصه عم بيعمل برنامج. نعم. بتنوع مواضيعه. هاي رحلتك في التدريس وفي التأسيس، يعني كيف بدأت؟ شوف، أنا أولا مهنتي الأساسية هي أنا محامي أستاذ مجاز أمام جميع المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية، عضو في أكثر من جمعية ومنظمة إنسانية ومجتمع مدني. أنا أيضا أحمل درجة دكتوراة الدولة في القانون المدني من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أيضا بالإضافة إلى عملي في المحاماة أنا أكاديمي، درست في عدة جامعات، درست في عدة مواقع. حملت هم هذا الوطن منذ الوعي الأول للإنسان.
دكتور عم نشوف بالبروموشن اللي انت صورته يعني عم بتأشر هيك وكذا، يعني هذا ايش الدافع اللي بخليك يعني، وهذا الحس والعنفوان اللي بخليك غيور على القضايا اللي عن جد قضايا قد تكون مفصلية؟ يعني انا حسيت في الحرقة في اختيارك للمواضيع، في اختيارك للشخصيات وللضيوف، كيف تنتقي شخصياتك وكيف بتثير مواضيعك بالحلقة؟ والله يا اخ محمد انت عم بتثيرني. يعني انا بس بدي احكي شغلة، هناك غياب للمؤسسة القانونية في أغلب مرافق الدولة الأردنية، هناك غياب حقيقي للمؤسسة القانونية. قد أقول غياب وأكون صادقا، وقد أقول تغييب متعمد. وخليني أضرب لك مثال ليش أنا بنفعل وأنا رجل قانون. خليني أضرب لك أمثلة حية من مجتمعنا. الآن طبعا السقف عالي، همنا هو إحنا قد نختلف في الرؤية ولكن نتفق جميعا على مستقبل هذا الوطن، نتفق جميعا على أن هذا الوطن أولا وأخيرا. خليني أضرب لك مثال لماذا يثيرني أن لا أحد فوق القانون وأن لا حماية لفاسد ولا حصانة لمسؤول. نعم أضرب لك أمثلة بسيطة جدا يعرفها المواطنين. أنا اطلعت على بعض الاتفاقيات اللي بتبرمها الحكومات الأردنية المتعاقبة، وأضرب لك مثال على اتفاقية مثلا ما بدي أناقش إلا في الأمور البسيطة جدا اللي المواطن العادي قد يستوعبها. في اتفاقية الكازينو مثلا، الموضوع المعروف، نعم، إنه في حالة أي خلاف ما بين الحكومة الأردنية وهذا الشخص المستثمر فإنه يحال إلى هيئة التحكيم في لندن. تصور في لندن. هذا يخالف أبسط مبادئ السيادة الأردنية. يعني هل هذا أكبر فساد؟ هذا حتى المسؤول عنا يأخذ المدام ويشم هوا بلندن ويحكم إذا في خلاف، وهذا يخالف مبدأ السيادة. وأنا لا أدري كيف لمسؤول يوقع على هذه الاتفاقية ويقرأ هذا الشرط. أضرب لك مثال ثاني. برأيك بس دكتور، يعني معك إنه بخالف، ولكن هل هذا يسيء للقضاء الأردني؟ والله يسيء. يعني إحنا قضاءنا مش قادر يفصل في قضية مثلا زي قضية الكازينو تحول على لندن. يا رجل يا رجل، مش بس يسيء للقضاء الأردني، يسيء لكل إنسان أردني. نعم. يسيء للوطن. أحكي لك كمان مثال ثاني، وأنا بتمنى المسؤولين أن يسمعوني لأنه ما في إشي مخفي. إحنا الآن يعني ما في إشي بعد الوطن، ما في شيء بنخاف عليه. نعم. إحنا بنخاف على الوطن بس. على الوطن وعلى قيادتنا الهاشمية اللي احنا يعني نعتز فيها ونفتخر فيها، وبعدين ما في اشي نخاف منه. اتفاقية القطار الخفيف، التحكيم في دبي. طب ليش؟ هذا وطن. تعرف احنا قطاراتنا قديمة ما نعرفش نحكم. هذا وطن احنا. طب ما كل الخبرات اللي عندنا بتروح غاد. ما كل الخبرات اللي في الخليج هي خبرات اردنية، خبرات وطنية نعتز فيها ونفتخر فيها. هكذا يتم المزايدة على الوطن. أنا لو كنت مسؤول بقطع أيديهم هذول اللي وقعوا على شيء يخالف مبدأ سيادة وطننا وعشقنا لهذا الوطن وعشقنا قيادتنا. دكتور تفضل. المواضيع اللي راح تثيرها ببرنامجك، اللي راح تطرحها ببرنامجك، هل كيف يعني بدأ يعني كيف بدك أنت يعني تختارها؟ إيش هي المواضيع اللي راح تعالجها؟ شوف يعني المواضيع راح نخش في القانون والسياسة. نعم. الآن مثل ما قلت لك، الآن احنا نعيش في حالة اضطراب، نعيش في أزمة اقتصادية. الأزمة لم تعد أزمة اقتصادية عالمية، أصبحت أزمة الحكومات، أزمة الشعوب، أزمة الأفراد. لذلك راح تكون قضايانا متنوعة، ندخل في القانون، ندخل في السياسة، راح نستضيف ناس من أصحاب الفكر ولهم باع طويل في سواء فكر قانوني أو فكر سياسي. بصراحة دكتور يعني كانت هذه التسمية لبرنامج ما بين القانون والسياسي على أساس خبرتك في هذا المجال، إنه كثير من الأشياء تم إيقاف القانون فيها لخدمة السياسة. أنا بتصور إنه أو تعطيل. نحن
بحاجة إلى مراجعة الكثير من المسائل. نحن الكثير من المسائل بحاجة إلى مراجعة وبحاجة إلى إعادة ترتيب، بحيث يكون هناك دور للمؤسسة القانونية. الآن خليني أقول لك صراحة، الآن قضايا الفساد، حتى القضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم أو القضايا الكبيرة كلها كان فيها غياب للمؤسسة القانونية أو تغييب كلها. لو بدأت بمشروع قانوني صحيح من البداية لما حصل ما حصل. لكن للأسف أعتقد أن هناك نخبة من السياسيين قد فسدت وعاثت فسادا في هذا الوطن، ويجب محاسبته ويجب استرجاع الأموال. يعني من خلال هذا اللقاء، يعني حابب كلمة أخيرة توجهها للشعب الأردني، إيش بتمنى الدكتور محمد أبو حسين؟ إيش بتمنى من الرسالة الإعلامية اللي يوصلها ببرنامجه؟ شوف، إحنا يعني إحنا في هذا الوطن قد نختلف في الرؤية، ولكن جميعا نتفق فعلا على مستقبل وطننا، نتفق على بناء سياسي حقيقي نستطيع أن ننافس فيه حضاريا العالم. صحيح إحنا نعيش أزمة اقتصادية، نعيش أزمة، يعني أزمات كثيرة، لأن جزء من هذا العالم. شوف اللي بصير الآن في حولنا، بصير الضربة بصيرش الضربة، الناس حائرة الناس. لكن إحنا الحمد لله بلد مستقر، بلد الله سبحانه وتعالى، وأنا بعتز وبفتخر بأنه أنعم على هذا الوطن بالهاشميين، وهم بالنسبة لنا لكل أردنيين هم مظلة، هم قاسم مشترك. نحن قد نختلف على كل شيء، ولكن لا 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 يوجد لدينا إلا الاتفاق على قيادتنا اللي احنا بنعتز فيها دائما وأبدا. لكننا إذا اختلفنا نختلف كيف نخدم هذا الوطن، ولكننا بالنتيجة لا نفترق أبدا. يعني حاب قبل ما ننهي هذا اللقاء يعني توجه تحية لضيفيك في الحلقة الأولى اللي راح تكون يوم الخميس الساعة 8:30 مساء على الهواء مباشرة. الضيفين راح يكونوا طبعا قطبين من أقطاب هذه المرحلة. راح يكون ضيف رجل معروف فكرا وسياسة، ويعني ورجل مثقف عميق، هو دولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدي أبو عصام. وراح يكون ضيفي قطب آخر أمين عام جبهة حزب جبهة العمل الإسلامي، أمين عام جبهة العمل الإسلامي فضيلة الشيخ حمزة منصور، وهو رجل أنا يعني بحترمه كثير على المستوى الشخصي، رجل وسطي. وأن كنت يعني أنا كما هو وارد في كتاباتي لا أتفق دائما مع الخطاب السياسي لجماعة الإخوان، لكنني أنا تربطني فيهم صداقة بكثير من رموزهم، صداقة قوية وأحترمهم ويحترموني. إذن أعزائي المشاهدين، شاهدوا برنامج ما بين القانون والسياسة مع الدكتور محمد أبو هزيم يوم الخميس الساعة 8:30 مساء. وعن جد بعد عار الأرض ما في عار. فاصل وبنواصل.